عايز أحكي لكم تجربة مريت بيها كتير. دخلت بيوت كتيرة ممتلئة بالمشاكل، والعجيب إن سر المشاكل دي كم النعيم اللي البيت ده عايش فيه، حالة من الاستقرار اللي كل الناس شايفاه من بره، لكن الاستقرار ده هو سر الجحيم. دخل عالي بيوفر الاحتياجات الأساسية والتحسينات والترفيهات كمان، عيال زي القمر وصحتهم زي الفل، مكانة اجتماعية راقية بين الناس، والحقيقة إن الأمور معاهم غاية في اليسر. لا شك اشتغلوا ويتعبوا، لكن ربنا كريم جدا معاهم. هذه الحالة من النعيم لم يواكبها رغبة في تطوير النفس وتثقيفها علشان ترتقي بأسلوب المعاملة، مع انشغال بالنعمة وقلة الذكر اللي بيخلي القلب يشوف النعمة، فبتسود في البيت حالة من الخلاف على سفاتر، والسر النعمة. تحصل قطيعة بسبب نسيان مناسبة تهم الزوجة، ده موضوع مهم، بس القطيعة كانت أكبر من حجم الموضوع. قفشة كبيرة يقفشها الراجل بسبب إن الأكل ما كانش جاهز وهو راجع، ومغروف كمان على الصينية. من حقك إنك تنبه، لكن الزعلة كانت أكبر. ويحصل إن تسود حالة من ضعف التواصل، أصوات عالية في النقاش، ردود فعل مليانة بالتهكم والألفاظ الجارحة، مع حالة استنكار داخل كل واحد إنه مش محتاج يصلح من نفسه، والدعاء دائم إن الطرف التاني هو اللي مش مقدرني. البيت من بره جنة للي شايفه من بره، بس من جوه الحالة صعبة جدا. النعم في الإيد والقلب مش سعيد، ولا ينجمع هذا البيت قلب على قلب إلا بسبب بلاء لم يكن في الحسبان. ضائقة مالية تعدي عليهم توريهم إن كان عندهم كتير، بس هم بينسوا يقولوا الحمد لله. مرض نهايته مخيفة لأحد الزوجين أو الأبناء يحطهم في رعب انتظار النتيجة، نتيجة التحاليل. ساعتها بتهدى النفوس وتتكاتف الأرواح بالدعاء، وتصغر قوي في العين المشاكل اللي كانت بتحركها الأنا اللي شافت النعمة. ونتمنى ساعتها رجوع يوم من أيام الرغد عشان نكرم بعض ونرحم بعض ونصبر على بعض ونتفهم بعض، ونفكر في الكلمة قبل ما نجرح بعض، ونقدس وقت القعدة اللي الدنيا لهتنا عنه، إن احنا نقعد مع بعض قعدة جميلة، وندعي في الصلاة لبعض، ونذكر بعض بربنا وبنعمته علينا وبوجوده جنبنا. بلاش نبقى من اللي قال فيهم ابن عطاء الله: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. بلاش اللي يقربنا من بعض أو يقربنا من ربنا الامتحان، خلي النعمة تقربنا ما تفرقناش. ولا حالنا يبقى زي الناس اللي قيل عنهم في القرآن: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. والفرح ساعات بيبقى معناه الغفلة، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ساعتها بس دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على السيدة عائشة فلقى لقمة مرمية في الأرض، فمسحها وقال: يا عائشة، أحسني جوار النعم، فإنها ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. كأن سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: من حسن جوارنا للنعم إنها ما تفرقناش، بل تجمعنا، وما تخليناش غافلين، بل تخلينا شاكرين ومقدرين الخير والستر اللي ربنا حاططنا فيه. أقول لك على حاجة تخلي النعمة تجمعنا ما تفرقناش. رقم واحد، تعالوا ما نخليش الجفا اللي في البيت يطول، تعالوا نحيي ثقافة الاعتذار. لما نغلط في بعض بلاش كل واحد ينشغل في عالمه الخاص، تليفونه وجهازه الكمبيوتر بتاعه وتلفزيونه، دي نعم شغلتنا في حياة خاصة. تعالوا نرجع للقعدة الجميلة، ما نطولش الجفا، نقتل الجفا بالرحمة والعطاء والاعتذار. تعالوا نحيي روح الحوار بالأدب والرقي، إن إكرامنا لبعض ده شكر لربنا على نعمة إنه جمعنا ووسع علينا وسترنا. اللهم يا رب أدم علينا نعمتك، واحفظنا من فجاءة نقمتك، وارزقنا حنانا من لدنك يا حنان يا منان.
الله.